الكوليسترول هذه المادة الحيوية المسؤولة عن تكوين كل خلايا الجسم، تكوين كل الهرمونات، كل الأنزيمات، اللي هو الكوليسترول. شو قصة الكوليسترول وكيف إحنا ممكن نتحكم فيه؟ يسعد مساكم دكتور محمود، مباشر من كندا. الكوليسترول ينتج داخلياً، كل خلايا الجسم في كل الأعضاء بتعمل كوليسترول. الكبد المسؤول الرئيسي عن عمل الكوليسترول والتخلص من الكوليسترول. الكوليسترول اللي بيزيد من إنتاجه داخلياً اللي هي طبعاً الشحوم، الزيوت اللي بنأكلها بكثرة بكثرة، معناته مش إنه هي مفيدة، فقط إنه الاعتدال هذا واجب لعدم وجود زيادة في الكوليسترول. زيادة الكوليسترول في الدم بتعمل أعراض كثيرة، ومن أكثر الأعراض اللي بنخاف منها اللي هي التجلطات والتضيق الشرايين. الكوليسترول مهمته إنه يعمل عملية إعادة بناء لأي جروح، لأي التهاب، لأي شيء بيحصل داخلياً في الجسم أو خارجي. يعني إذا صار عندنا جروح، أول ما بيجي بيجي الكوليسترول عشان يرجع يبني الأغشية هذه، وهذا اللي بصير طبعاً في التجلطات اللي بتصير في الشرايين. الشرايين زي ما بتعرفوا مبنية من ثلاث طبقات، طبقة داخلية زي شعر هيك وفرشاي بتحمي الشريان، بتحمي جدار الشريان. من جوا الطبقة الداخلية الوسطى هي طبقة عضلات ملساء اللي بتظلها تتحرك وتنقبض مع عملية عشان تدفع الدم. الطبقة الخارجية طبقة حافظة من الدهون والشحوم. هلأ اللي بصير إنه هذا الكوليسترول إذا صار أي مشكلة في هذه الشعيبات أو الشعيرات اللي داخل الشرايين اللي بتحمي الشرايين، في هاي الحالة بصير الضرر في جدران الشريان، وفي هاي الحالة مين اللي بده يجي عشان يسكر الجروح؟ هذا طبعاً الكوليسترول. وإذا كان المصيبة موجود مع الكوليسترول في الدم السكر، في هاي الحالة هذه العملية بتؤدي لتراكمات أكثر لهذه للكوليسترول على المناطق المجروحة. وبنضيف للموضوع الأعصاب اللي هي متحكمة في الانقباضات تاعت العضلات هذه تاعت الشريان من جوا. الأعصاب بصير فيها عدم حركة متناسقة، وهذا كمان بيؤدي لانقباض عشان نزيد الطين بلة. عشان هيك الناحية النفسية والتعصيب والقلق هي من الأسباب العظمى للجلطات والتسكيرات هذه. ما علينا. إذن طب شو الأعراض؟ كيف أنا ممكن أعرف إني عندي كوليسترول عالي ولا واطي؟ أنا ولا عمري رحت فحص الدم اللي أعرف شو اللي قاعد بصير في جوا. طبعاً أعراض ارتفاع الكوليسترول بدها تتمثل في زيادة الوزن، شحوم على البطن، شحوم على الأرداف، يعني لازم يكون في زيادة وزن. في ناس ما بيكون عندهم زيادة وزن بس بيكون عندهم الكوليسترول مرتفع، وهذا بيرجع لعوامل تانية داخل الدورة الدموية. إذا كنت أشعر بأنه في عندي التهابات كثيرة في الجسم، آلام، كل شوية مفصل بيصير يلتهب، هذا دليل أنه في عندي كوليسترول مرتفع في الدم. إذا في عندي ارتفاع في الضغط، إذا عندي ارتفاع في السكر، عندي دوخة، عندي تعب، ما في عندي يعني هالجهد المناسب، ما بعرف انام، ما بعرف القلق. احنا كلنا في شي كوليسترول او الكوليسترول مرتفع، كمان الهرمونات بدهم يتضرروا، هرمونات بترتفع وهرمونات بتنزل. طيب كيف انا بدي اعالج اذا عندي كوليسترول وعندي زياده وزن وعندي شحوم وعندي كذا؟ كيف ممكن اعالج الموضوع؟ هلا العلاج اللي هو علاج حياتي، علاج حياتي بالتركيز على بعض الشغلات واخذها بعين الاعتبار اللي هي هتخفف الكوليسترول. خلينا نخلص اول شيء من الناحيه الغذائيه، لانه هاي اكثر شغله ممكن بناسبكم او بهمكم، بس النواحي الثانيه حتكون اهم في ازاله هذه هذا الكوليسترول المرتفع.
والهدف منها هي المشكلة مش في الكوليسترول، هي المشكلة في طريقة استخدام الكوليسترول، والمشكلة في عملية انتقال الكوليسترول من الكبد للخلايا بسلاسة بدون ما يصير عملية تسكيرات بالطريق من خلال الدورة الدموية. يعني المشكلة بالتوصيل، الكوليسترول إذا ظلوا في الدم هنا المشكلة، وهاي اللي بيؤدي للجلطات. إذن حركة من الكبد للخلايا ومن الخلايا للكبد بدها تكون سلسة، بدها تكون سلسة يعني بدكم تتبعوا بعض التعليمات. خلينا نخلص من الأكل هلأ والشرب اللي هو يا بيزيد يا بنقص. طبعا اللي بنقص اللي هي أول شيء بدكم تركزوا السلطات، سلطة عشان ما نجمع لكم ياهن بسلطة. السلطة هذه بنحط عليها البصل، بخفف الكوليسترول وبنزل الكوليسترول. الثومة الأليسين بنزل الكوليسترول وبخفف كمية الكوليسترول وبنزل السكر. كل الشغلات اللي بتنزل السكر بتنزل الكوليسترول، خلينا بنختصرها. زيت الزيتون بنزل، الأفوكادو بينزل، يعني بدكم تحطوا على السلطات. بقدونس، كزبرة بده ينزل، ملعقة كركم كركمين على السلطة هذه بده ينزل، بده يساعد الدورة الدموية على تنزيل الكوليسترول. بنحط عليها شوية فلفل بنزل اشي، وخصوصا الشغلات الحارة هذه هي حرك للدهون، حرك للكوليسترول. اي شيء حار فيهم مواد البابرين هذه حارقة للدهون. الليمون على السلطة هذه هذا أساسي لحرق الدهون وتنظيف المعدة والمشاكل في المعدة، وفيتامين سي كمان بتاخده على البيعة، وهي أحماض إذن كويسة. بحط ملعقة خل، كمان الخل جيد جدا من أقوى المواد اللي بحرق الدهون. هاي سلطتنا صارت جاهزة، بتحطوا المواد اللي بدكم إياها، بس هذه الأمور اللي بدكم تأخذوها بعين الاعتبار. شوربة الخضار إحنا بدنا معادن، بدنا فيتامينات، اللي تكسر، اللي تنظف الكبد، اللي تساعد الكبد على تنشيط الدورة الدموية، بدنا قوة للدم. فعشان هيك بدنا سلط، بدنا شوربات خضار، شوربات خضار، وحطوا عليها الكركم، حطوا عليها الفلفل، حطوا عليها الشغلات هذه اللي ذكرها. البهارات كلها كويسة، 7 بهارات كلها البهارات، هاي معادن وهاي مكملات غذائية لازم تاخذوها بعين الاعتبار. العصائر عندكم ممكن تخلطوا زي ما بدكم، في عندكم التفاح، عندكم الموز، عندكم الفراولة، عندكم الكرافس. الكرافس اللي هو جيد جدا في حرق الدهون وحرق الكوليسترول وتنزيل الكوليسترول. البقدونس كويس كتير، الكزبرة كويس كتير. في عندكم يعني الفواكه كتيرة كتيرة اللي بتحرق، وهاي معروفة، زي بتحطوا عليها زنجبيل بعدين بتحطوا أي شيء هذا بيساعد. أخذ الأوميجا 3، الأوميجا 3 وتنزيل الأوميجا 6. الأوميجا 3 بيحافظ على الالتهابات وبيسيطر على الالتهابات. الأوميجا 6 بهيج الالتهابات، يعني واحد بهيج، طبعا تهيج امرار بدنا نهيج، بس لما يزيد عن حالته هذا بيكون بسبب الاوميجا 6. الاوميجا 3 في عندكم المكسرات، الاسماك، المأكولات البحرية اللي لازم تتاكل في مع واحد عنده ارتفاع للكوليسترول، يعني مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع اقصى حد، وتكون مصاحبة هاي الاجراءات الثانية. الأوميجا 3 الجيد والأوميجا 6 اللي هو موجود في كل الزيوت النباتية بكثرة، والأضر من الزيوت النباتية زيوت المقالي اللي مسخنة لها الزيوت النباتية. هذه طبعا خط أحمر لأي واحد عنده ارتفاع في الكوليسترول، المقالي بكل أنواعها أي شيء بغض النظر شو الزيوت المستخدمة، هذه بتكون تحطوها على جانب. استعينوا بالسلق، استعينوا بالشوي، استعينوا بالحسي بزيت الزيتون. ماشي، نطلع من الناحية الغذائية اللي هذه بسيطة، يعني
بس ما بدناش نضلنا نذكركم في الممنوعات اللي تخففوا منها السكريات وكل النشويات قد ما نقدر نخفف ونستعين في شغلات صحية أكثر. الخبز نحط عليه سمسم، نحط عليه كزبرة، نحط عليه ينسون، نحط عليه حبة سودا. الحبوب جيدة جدا هذه لتنزيل الكوليسترول وتنزيل السكر. أول شغلة اللي بدها تحرك السكر وتحرك الدهون اللي هي الحركة. بديش أقول تمارين، بديش أقول رياضة، بدي أقول فقط حركة. الحركة معناها إنه نتحرك، إنه نبقى قاعدين على الكرسي مثلاً نص ساعة ونكون منوقف وننزل ونطلع بطريقة سهلة. كل نروح على المطبخ، نروح على الغرفة الثانية، نطلع درج، ننزل درج، نعزل، ننظف حوالين البيت، نروح الزلمة يروح ياخذ الغسيل يوم، يمسح الشبابيك يوم. هذا حركة، كله حركة، كله حركة وكله نشاط بدني، بس ينعمل على مدار اليوم شوي شوي. وانت عندكم فاضيين بتعملوه. الحركة معنى ايه؟ الصلاة افضل نظام حركة، 5 مرات في اليوم مضطرين نسويه، هذا حركة، هذا نشاط بدني. المشي افضل انواع، انك بدك تحرك دهون وتحرك شحوم وتنزل كوليسترول. بدنا نمشي، وكل ما طولنا في المشي كل ما الحرك نسبه الحرك زادت، وكل ما تنفسنا، لانه التنفس شيء اساسي لحرك الدهون ولحرك الكوليسترول وحرك السكر كمان وتنزيل الضغط وتخفيف وجع الراس. المشي مع التنفس هذول شيء يعني مركب سحري، وخصوصا لما يكون مع فيتامين د ومع الشمس. كل ما افرزنا هرمونات اكثر، كل ما استهلكنا منها الكوليسترول بشكل اكثر، فانتجوا هرمونات جيده. في هاي الحاله بتخسروا هالكوليسترول، هذا بتصنعوا فيه، بتخلوا الكبد يصنعوا بشكل جيد. مشي خصوصا في الفتره الصباحيه لما تكون أشعة الشمس يعني نوعا ما مش حامية، مع إن نرفع رأسنا لفوق، رفعت الرأس لحالها والحركة هاي، ويكون معنا رفقة ونحكي وندردش أثناء المشي، هذا أحسن تمارين تنفسية وأحسن تمارين للحركة ولحرك الدهون وحرك الكوليسترول. فالمشي اللي بيقدر يروح على جيم يروح على جيم، السباحة كويسة، ركوب الخيل كويس، يعني أي نشاط بدني هذا أساسي في تخفيض الكوليسترول وتخفيف العوائق والمضاعفات اللي بدها تيجي من الترسبات هذه. النوم ما هو أساسي لعملية بناء الهرمونات. النوم الجيد من 11 لـ 5 6 الصبح، النوم بده ياخذ هالكوليسترول ويعمل فيه كل الهرمونات، الميلاتونين والادرينالين والهرمونات الغده الدرقيه وهرمونات الذكوره والانوثه. كل الهرمونات بدها تنتج، خصوصا هرمون النمو في فتره الليل. فتره الليل بدها تكون مناسبه، بدنا ناخذ شاي بعد الساعه 6 فيش مأكولات، بعد الساعه 6 فيش اي سكريات، 6 المساء. بعد الساعة 6 بنركز على المشروبات الملينة اللي بتخلينا نوصل لوضع من النوم، اللي هي الروزماري، إكريل الجبر، اللافندر كويس، النعنع، المليسة، خدوا شاي الزنجبيل، خدوا شاي المورينجا، المورينجا كويس كتير، الهندوباء كويس كتير، شاي الكريس كويس كتير. هاي كل هالمشروبات بتخليكم توصلوا لمرحلة النوم وانتوا جاهزين في هالهرمونات، انكم تناموا كويس، تاخذوا حمام مياه ساخنه قبل ما تناموا، هذا كله هيساعد. اي واحد عنده كوليسترول زائد في الدم او شحوم، المساج اساسي في ازالتها، في التسريع من تحطيم الشحوم هذه، في تنشيط الدوره الدمويه، في تنشيط الاوعيه الدمويه والاعصاب اللي هي بتتاثر تاثير كبير في عمليه ارتفاع الكوليسترول. النمنمي، خضران، انتفاخات في الأطراف، هذه كلها الكوليسترول بيكون حاضر فيها، والسكر تبع الكوليسترول والسكر هدول بيسكروا الشرايين وبيسكروا الأوردة
وبسبب التجلطات. إذا عملنا حركات المساج إحنا من أسفل الإيدين لفوق، من أسفل الرجلين لفوق بشكل يومي قبل ما ننام، بأي زيوت من هالزيوت اللي بنعطيكم إياها، استخدموا زيت جوز الهند، زيت الزيتون، كويس كتير إن نعمل ونرطب المنطقة الجلدية وننشط الدورة الدموية ونخفف من هالكوليسترول. والمساج الذاتي هو جهد بدني، انتو بتعملوا المساج لحالكم، بتحركوا حالكم، وهذا نشاط بدني ومساج واستراحة. حمامات المياه الساخنة انهاءها في مياه باردة، هاي شيء اساسي ورئيسي لحرق دهون، تخفيف الضغط، تخفيف حدة الأعصاب، الستريس، هذا كله بحمام مياه باردة دقيقتين فقط في نهاية الشاور، هذا حيساعدكم. تمارين التنفسية البسيطة اللي ممكن تعملوها وانتو قاعدين في البيت، وانتو قاعدين على الكرسي، فقط تخصصوا دقيقة هيك شهيق من الأنف وتحبسوا شوية في صدركم وتطلعوا بشكل هادي، اللي تطلعوا قد ما تقدروا تحاولوا من الهواء، وتعملوا هاي العملية شهيق وزفير، شهيق وزفير 6-7 مرات كل ساعتين ثلاثة، هذا حيخفف من الكوليسترول. تخفيف الضغط النفسي، الضغط النفسي والتعصيب والحالة النفسية مباشرة بترفع الكوليسترول، لأنه الكوليسترول المواد الخام حكينا اللي هو لازم نستخدمه في حالة في ضغط نفسي وفي حالة في قلق. في إذا إحنا في حالة حرب، حالة الحرب بدها كوليسترول عالي، فطوال الكوليسترول بيرتفع والسكر بيرتفع معه، وهذا إشي أساسي لارتفاع الكوليسترول. الضغط النفسي، الضغط النفسي هو اللي بده يعطي إشارات من الغدة النخامية للغدة الكظرية إنها تفرز هرمون الكورتيزول، وهذا كله بيرتفع الإنتاجات هذه. الضغط النفسي هي نفس الإجراءات اللي حكيناها، نركز على المشي، الحركة، هذا تفريغ نفسي وتفريغ حركي وتفريغ للطاقة الزائدة في جسمنا. المشي، النوم، الأعشاب، شرب الأعشاب، هاي بدها تكون مرتين ثلاثة في اليوم، ونوعوا من شرب الأعشاب، زعتر، نعنع، بابونج، مورينجا، ينسون، كريس، هذه كلها تكون كشاي، شاي 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 3-4 مرات، هذا يحرق دهون وهذا حيساعد في تخفيف الكوليسترول. ابتعاد عن الضغط النفسي، هذه أكيدة، وهذه كل هالمعلومات معلومات بسيطة، معلومات منطقية، معلومات سهل التنفيذ، تغيير حياة شوي شوي، وهذا هو العلاج التكاملي والعلاج الشافي لها الحالات المزمنة المتعددة الأعراض والمشاكل. يعني غير هيك ما في حبة حبوب حتنزل الكوليسترول، إذا هذه حبة الحبوب حتنزل الكوليسترول لمدى الحياة، ما في شفاء للكوليسترول. الشفاء هو بتغيير جذري شوي شوي، قدر ما نقدر، قدر ما بنستطيع، اللي نطلع ونخفف من هالأمراض هذه كلها. الأدوية بدكم ضلكم ماشيين عليها عبين ما تحسوا انه بلشتوا مع استخدام هذه الامور الطبيعية وتغيير الحياة صارت تجيب نتيجة، في هاي الحالة انتوا اللي بتقرروا وانت توقفوا وانت ما توقفوا، هذا قرار بيعتمد عليكم. بس هذه الامور كلها بتعملوها ممكن مش في التدريج شوي شوي، بس بدها متابعة وبدها الواحد يعني اشهر يصير يحس في تغيرات. واذا بتعملوا هذه الامور مش بس بتنزلوا الكوليسترول، انتوا في هاي الحالة هو هاي الخطط العلاجية والتغيير الحياتي لتخفيف ألام المفاصل، الالتهابات، ألام الفايبروماليجيا، العضلات، تقوية القلب، منع التجلطات، الاحتقانات في الجهاز الهضمي، كله بيمشي وبيتحسن مع هذه التعليمات. شكرا لكم، شكرا على هالتشميس الكويسة وأخذ فيتامين دال كمان، احنا بدنا وبنستغل اي مناسبة، اي مناسبة شوية شمس، لسه في شمس الحمد لله عندنا في كندا، اللي ناخد هالطاقة الطبيعية هذه اللي هي ضرورية لعملية الاسترخاء والتفريغ النفسي وتخفيف الكوليسترول والضغط وكل شيء من هالطاقة الطبيعية اللي موجود، استغلوها مع هالهواء النقي ومع هالطبيعة.
شكراً لكم، تحياتي دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل.